عبد الله، أوجه هنا سؤالي لك. نتحدث نحن عن هذه الطائرة المسيرة التي استهدفت عمليا شقة سكنية، هل هذه الشقة تعود لغالي؟ هل كان موجود هناك مع عائلته؟ الشهداء الثلاثة بينهم هو ومن أيضا؟ لو تضعنا في تفاصيل هذه الغارة الأخيرة. بالفعل قبل قليل أصدرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بيانا مقتضبا نعت فيه الشهيد علي غالي، وقالت إنه قائد الوحدة الصاروخية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي. ارتقى الشهيد علي غالي في استهداف من طائرة انتحارية مسيرة تمت استهدافه بها في شقة سكنية في مدينة حمد جنوب قطاع غزة، حيث كان يتواجد برفقة عدد من المواطنين في هذه الشقة. حتى هذه اللحظة الأنباء تتحدث عن ارتقاء الشهيد غالي، واثنين من الشهداء وصلوا إلى مستشفى ناصر جنوب قطاع غزة في مدينة خان يونس في جنوب القطاع. حتى هذه الساعة على ما يبدو أن الأمور بعد هذا الحادث ربما تتجه إلى مزيد من التعقيد ومزيد من التصعيد، لا سيما أن إسرائيل لم توقف سياسة الاغتيالات التي كانت تطالب بها الفصائل الفلسطينية كشرط أولي للحديث عن وقف إطلاق النار، ومن ثم يسار إلى تثبيت وقف إطلاق النار. استمرار إسرائيل بهذه الغارات وهذه الاغتيالات بلا شك سيساهم في تأزيم الموقف وسيساهم في استمرارية هذه المواجهة لأطول وقت ممكن. لكن حتى هذه اللحظة إسرائيل نفذت هذه الغارة وتبعتها بغارة أخرى في منطقة عبسان إلى الشرق من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. في المقابل الفصائل الفلسطينية لم تطلق أي رشقة صاروخية حتى هذه الساعة منذ ما يقارب الثلاث ساعات. حالة الهدوء التام هي التي تسيطر على الموقف من قبل الفصائل الفلسطينية. لم تسجل أي عملية إطلاق للقذائف الصاروخية أو قذائف الهون باتجاه المواقع العسكرية أو باتجاه المدن والبلدات ومستوطنات غلاف غزة، وبالتالي جاءت عملية الاغتيال في ظل حالة الهدوء التي كانت تعيش، على الأقل الهدوء المؤقت الذي كان يعيشه قطاع غزة. لكن ربما بعد هذه العملية، عملية الاغتيال، ربما تستأنف الفصائل الفلسطينية عملية قصف المدن والبلدات الإسرائيلية القريبة من القطاع وبعض المستوطنات المحاذية ل